الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. ما بعد، نستكمل الكلام على باب فضل السواك وخصال الفطره، وقد ذكرنا الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونذكر مساله متعلقه بخصال الفطره، وهي ما تعلق بالشعر الذي يكون في الانسان. فقد جاءت الحديث كما مر علينا في خصال الفطره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفطره خمس وعشر من الفطره: شعر يبقى وشعر يزال. فقسم العلماء رحمهم الله تعالى انواع الشعر في الانسان الى ثلاثه اقسام: قسم أمرنا بإزالته كقص الشارب وكشعر العانة ونتف الإبط، فهذا مأمور شرعا بإزالته، وقسم مأمور بإبقائه كشعر الحاجبين وكإعفاء اللحى، فهذا شعر مأمور بإبقائه. والقسم الثالث هو المسكوت عنه، بقية ما في الجسد من الشعر كشعر الساقين وكشعر الذراعين كشعر الظهر كشعر الصدر، هذا من المسكوت عنه. فهل يجوز أن يزال أو لا يجوز؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من حمله على النهي، قالوا لا يؤخذ إلا ما جاء في الدليل كشعر الإبطين وشعر العانة والشارب، قالوا ما نأخذ إلا ما جاء به الدليل، أما ما لم يأتي به الدليل فإننا نبقيه كما كان لأنه يدخل في تغيير الخلقة. والقول الثاني أنه يجوز إزالة الشعر الذي في الجسد لأنه مسكوت عنه، والمسكوت عنه عفو، ولأن الله عز وجل بيّن في هذه الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يبقى وما يجب أن يزال، فلذلك ما بين ذلك مباح، ما بين ذلك مباح. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النص على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل شعر جسده بالنورة، ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنورة تشبه في زماننا ما يسمى بالنير، توضع على الجسد ثم يتساقط الشعر، لكن هذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يفعله، أنه كان يستعمل النورة، كان يضع النورة على جسده فيتساقط الشعر كله، ويرون أن هذا من باب التنظف وكمال التجمل، ولا يفعلون هذا من باب التكسر ومشابهة النساء، وإنما هذا من باب النظافة، وأنه من المعفو عنه والمسكوت عنه. وهذا ثبت كما ذكرنا عن الإمام أحمد، وهذا هو الأقرب في الصواب، أن الشعر المسكوت عنه يجوز أن يزال، يجوز أن يزال بأي مزيل. وبقي قسم الرابع، يعني لم يذكر بعض أهل العلم بالنص ولكن في مجمل كلامهم، هو شعر الرأس. شعر الرأس هل هو داخل في القسم الأول أو الثاني أو الثالث؟ الذي يظهر أنه داخل في الثالث من المباح، أنه من المباح إلا ما جاء النص فيه، لأنه بأنه داخل في التعبد كالحج والعمرة، فالحج والعمرة الحلق والتقصير. أما في غير الحج والعمرة فهل يزال أو لا يزال، يقصر أو لا يقصر، فهو في دائرة المباح. واختلف أهل العلم هل إبقاء الشعر سنة أم أنه من العادات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فبعض أهل العلم قال إنه من العادات، وبعضهم قال إنه من السنة، أكثر أهل العلم على أنه من العادات، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة، ولكن لو قلنا إنه سنة
فإن الذي يبقي شعر رأسه يبقي كما أبقاه الرسول ولا يبقي كما يبقيه النساء وما كما يفعله النساء. إذا أراد السنة، السنة أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون شعره إلى شحمة أذنيه وفي الأحيان إذا إلى كتفيه صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء عن إمام أحمد رحمه الله تعالى يعني فيما معناه أنه لو كان يقدر على العناية بالشعر لا تركه، لأن الشعر يحتاج إلى عناية. قال لو نقدر لا أبقيناه، أو كما جاء في معنى كلامه رضي الله عنه ورحمه. وهنا بعض المشركين والمتصوفة وأمثالهم يحلقون الشعر تعبدا، يحلقون الشعر تعبدا في غير الحج والعمرة، فإنهم إن فعلوا ذلك تقربا إلى الله فهو بدعة، وإن فعلوا تقربا إلى هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله فهو شرك أكبر. إذا حلق شعره تقربا إلى الضريح أو إلى الولي فإن هذا من الشرك، ويفعلونها المتصوفة، يفعلون هذا عند القبور، يحلق رأسه تقربا إلى هذا الولي، فهذا من الشرك الأكبر. فهذه مسألة متعلقة بهذا الباب، وقد ذكرناها إجمالا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.